الخير والسعادة على حضراتكم، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج التاسعة. النهاردة إن شاء الله هيكون معانا متابعة للجلسة الختامية لقمة باريس للتمويل، واللي شارك فيها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى سيادته كلمة هامة النهاردة في الجلسة الختامية، وتحدث فيها سيادته عن الأمل وإزاي الشعوب في القارة الأفريقية يكون عندهم أمل، وتحدث عن آلاف من فقدوا حياتهم خلال الهجرة غير الشرعية، وده الحقيقة لأنه هم ما لقوش اللي هم عايزينه على أرض بلدانهم، ما عرفوش يحققوا أحلامهم. فزي ما سيادة الرئيس يعني على حد شرحه، راحوا للبلاد اللي يحققوا فيها الأمل، وهنا كان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيحمل الدول المتقدمة صاحبة العلم والتقدم والتكنولوجيا مسؤوليتها أمام العالم تجاه هذه الدول النامية. تحدث سيادته عن أنه في مصر عندنا 9 مليون ضيف من دول العالم، وكلمة ضيف الحقيقة رسالة إنسانية واضحة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعالم أجمع النهاردة، وهو في مجمع كبير زي هذا يعني هذه القمة في باريس. كانت نقطة مهمة جدا وكلمة فارقة أنه دايما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث عنهم أنهم ضيوف مصر الكرام في كل المحافل الدولية. مسألة حتى أنه التمويل ما يكونش مجرد يعني فلوس الدول المتقدمة بتمنحها للدول النامية على إثر طبعا تضررها الكبير من هذه التغيرات المناخية والأضرار اللي حصلت لها إثر هذا التقدم الصناعي، إلا أنها تكون مشروعات ومشروعات في البنى التحتية داخل هذه الدول الأفريقية. وحتى أنه أشار هنا سيادة الرئيس لمسألة القطار الكهربائي والتعاون مع ألمانيا في ده منصة نوفي في مصر، والتعاون اللي حصل مع الدول ونجاح هذه المنصة. وتحدث سيادته أيضا عن أنه لازم الدول الأفريقية ما تكونش مجرد مستقبل، لكن كمان تكون مليانة أفكار تقدر أنها تطرح بيها مشروعات يتم تنفيذها. لو ده تحقق هنا نتكلم عن أنه الشعوب دي تلاقي الأمل على أرض بلادها، وما نشوفش آلاف بيموتوا بسبب الهجرة غير الشرعية. هنسمع مع حضراتكم جزء من كلمة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل كلامنا. احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وأنا معاكم في ده، بس أنا عايز أقول لكم إن خلال ال10 سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة، أكتر من 27,000. ده اللي احنا شفناه أو ده اللي تم رصده. طب الباقي إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف. 9 مليون ضيف. كمان النهاردة سيادة الرئيس على هامش الجلسة الختامية التقى عدد من القادة والمسؤولين البارزين، منهم الرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، وأيضا نظيره الكيني ويليام روتو. وكمان يعني هذان اللقاءان طبعا بيهدفوا لتوسيع سبل التعاون ما بين مصر وما بين دولتين جنوب أفريقيا وكينيا. بالإضافة لكده فخامة الرئيس كمان كان هناك لقاء بوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير. والحقيقة أنه النهاردة احنا على مدار الحلقة هنناقش مع حضراتكم بشكل أوسع كواليس هذه الزيارة للرئيس عبد الفتاح السيسي في فرنسا لمدة 2 يومين من خلال قمة ميثاق التمويل العالمي بباريس. وحيشرفنا في فقرتنا النهاردة معالي السفير حسين هريدي، هنتكلم معاه بشكل أوسع عن مخرجات هذه القمة، مكتسبات الدول الأفريقية ومصر من هذه المشاركة المثمرة في قمة باريس للتمويل العالمي. طيب الحقيقة أنه وإحنا بنتكلم على النقاط المثمرة والخطوات الإيجابية لازم نتكلم عن السياحة، واللي إحنا بنشوفه بيحصل السنة دي في السياحة في مصر ده شيء يفرح. وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد وبنتكلم عن التمويل وبنتكلم عن المشروعات، السياحة هنا هي الحقيقة تحقق كل هذا، لأنه لما بنشوف المجال السياحي على وجه التحديد مؤخرا ما بقاش بيعدي علينا شهر غيره بنشوف نمو ملحوظ في أعداد السياح اللي موجودين.
اللافت الحقيقة كمان إنه بقى عندنا دايما المشاهير في كل المجالات موجودين وبيقضوا أجازاتهم في مصر، وده مهم لأنه ده بيعكس صورة للعالم براقة عن مصر، صورة جميلة، صورة مفرحة عن السياحة في مصر، سواء سياحة شاطئية، سواء الناس بتروح تشوف آثار والأهرامات والأقصر وأسوان، حتى إن السياح بقوا بينزلوا المناطق اللي ما كانوش بينزلوها قبل كده، ويتعاملوا مع الناس في الشارع ويشوفوا الأكلات، وكل ده لما بينتقل للسوشيال ميديا والمشاهير وتتحدث عنه المجلات العالمية والمواقع العالمية، بالتأكيد ليه عائد، وعائد كويس جدا على السياحة المصرية اللي أكيد كل بيت في مصر بيتأثر بإنه عوائدنا من السياحة تزيد. خليني دلوقتي أكلمكم عن الأسطورة باب جوارديولا اللي موجود في مصر، طبعا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، واللي وصل مصر في أجازة هتكون لمدة أسبوع. طبعا هو جاي يحتفل بقى ويتبسط بالثلاثية اللي حققها، وفاز بدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، فجاي ياخد 5 أيام أجازة في مصر، هيروح بقى يشوف أشهر المناطق الأثرية في مصر، أكيد عنده برنامج للزيارة، يروح الأهرامات، هيروح متحف الحضارة، هيروح كمان لأقصر وأسوان علشان يشوف كل الأثار اللي موجودة هناك، والحقيقة أنه أكيد عنده جولة خلال ال5 أيام دول هيكونوا مهمين جدا. تقريبا أنه تم إهدائه قطعة فنية عبارة عن مجسم لقناع الملك توت عنق أمون احتفاء بزيارته لمصر. خلينا نتكلم مع حضراتكم أكتر عن ماذا يحدث في السياحة المصرية واستقبالنا لمشاهير العالم في مصر. معنا على التليفون أستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة. مساء الخير على حضرتك، ويعني كل الدنيا ملاحظة مسألة انتعاش الحركة السياحية في مصر الأيام دي، ومنتكلم حتى عن تنوع الحركة السياحية ما بين السياحة الشاطئية للسياحة الأثرية للسياحة العلاجية والسياحة الدينية أيضا، فيعني لو حضرتك تحدثنا عن مسألة استقبال كمان مشاهير العالم في مصر والتسويق والترويج من خلال هذا للسياحة المصرية. مساء الخير، وأشكر حضرتك على الاستضافة، وأشكر حضرتك على التقديم، لأنه طبعا الحمد لله السياحة فعلا في مصر في هذه الفترة ومن عام تقريبا، وإحنا بنشهد تعافي كامل من أثار الكورونا ومن أثار الحرب الروسية الأوكرانية ومن أثار كل ده على الوضع الاقتصادي العالمي، لكن الحمد لله مصر قدرت بكل الجهود اللي بتبذلها كل أجهزة الدولة وكل مؤسسات القطاع السياحي في القطاع الخاص والفنادق والشركات. الحقيقة الكل يعني قدم منظومة ممتازة أدت إلى عودة السياحة المصرية إلى معدلاتها الطبيعية ما قبل جائحة كورونا، وعندنا إن شاء الله مستهدف في السنة دي إن احنا نعود لنكون هذا العام أعلى عام في تاريخ السياحة المصرية إن شاء الله. زي ما حضرتك قلتي، النقطة اللي حضرتك أشرت إليها بشكل كبير صحيحة جدا، وهو تنوع بنسميها المنتجات السياحية الموجودة في مصر اللي بتنعم وتتمتع بها مصر، السياحة الثقافية، السياحة الشاطئية، سياحة العائلات، سياحة المغامرات، وأنواع أخرى كثيرة. إحنا استراتيجيتنا في وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة هي بالتركيز على الأنواع الأربعة اللي قلتهم في الأول، السياحة الثقافية والعائلية والشاطئية وسياحة المغامرات. وحقيقة إنه هذا هو السوق الأكبر من حجم السياحة العالمية، وبالتالي مصر لديها ميزات تنافسية تستطيع أن هي تنافس في الأسواق الدولية، والحمد لله ما يتحقق على الأرض النهاردة من تدفقات سياحية يخلينا نتطلع إلى مزيد من النمو في الأعوام القادمة. صحيح. أستاذ عمرو، عايز أكلمك عن مسألة وجود المشاهير وإزاي إحنا بنسوق لوجودهم وإزاي بيكون البرنامج، يعني لما جوارديولا يكون موجود وهل هو مثلا أول مرة يزور مصر، وإزاي بنظبط البرنامج بتاعه، وإزاي كمان ده بيفرق معانا بوجوده، لأنه لما بيكون في مشاهير وحضرتك عارف دلوقتي كل الناس بتتابع على السوشيال ميديا، ده بيأثر إزاي معانا؟ طبعا زيارة المشاهير هي تحقق دعاية مجانية ودعاية قوية وليها مصداقية كبيرة جدا عند ملايين من المتابعين لكل المشاهير في كافة المجالات في الرياضة والفن وخلافه.
واحنا على تواصل مع شركات السياحه المصريه والعالميه في كل الانشطه اللي بيقوموا بيها، وبالتالي لما بيكون في حد، لازم بس اقول جمله اعتراضيه في الاول، انه زياره مصر هي واحده من الزيارات الاساسيه لمعظم سكان العالم، انه لازم يسافر يزور مصر مره في حياته على صحيح الاقل. صحيح، ده بالابحاث على فكره، دي احنا مش حتى مجرد لما استعداد. بنسافر بره بتبقى الكلمه العاديه انه الناس بتقول لنا انا نفسي اروح مصر، لكن هنا مظبوط. بنلاقي احيانا انه بيبقى في ناس عندها صوره مغلوطه، ما عندهاش حتى المعلومه الكافيه، وده يا استاذ عمرو فرق كتير في مساله المؤتمرات السياحيه اللي تم عقدها بره، سواء برلين سواء دبي، في التسويق السياحي. وعايز اسال حضرتك بالتحديد، هل احنا بنتواصل مع الفيجرز والمشاهير ومثلا المؤثرين على السوشيال ميديا لما بنعرف انهم جايين مصر، ولا بتكون دعوه موجهه من عندنا؟ بيعتمد على حسب، يعني بعضهم بيبقوا هم جايين وبعضهم بيبقى بتنسيق مسبق، مع في كل الأحوال بيبقى عن طريق طبعا كل ما واحد من دول أو كل شخصية من هؤلاء لديهم مدير أعمال، سواء كان من الفنانين أو الرياضيين أو المؤثرين إلى آخره، وبالتالي بيحصل تعاون والتواصل مع مديري أعمالهم ومع وكلائهم السياحيين، وبنقوم بالتنسيقات اللازمة. عايز بس اقول هنا في حته استضافه المشاهير، انه كتير منهم بيبقى جاي لمصر بغرض الاجازه والاسترخاء والاستمتاع، وخاصه مع عائلاتهم، وبالتالي بيبقوا طالبين مساحه كبيره من الخصوصيه، بيبقوا طالبين مننا ان احنا نبعدهم عن يعني التعرض ل يعني مثلا معجبين مش عارف للقاءات الصحفيه الاعلاميه الى اخره، عايز يركز في اجازته، وبالتالي الصور اللي حضرتك شايفاها دي طبعا بعد استئذانه، يعني ما بنعملش اي حاجه من غير اكيد ما ناخد اذنه او اذن المشاهير. يعني هنا هتلاقي الصور هم لوحدهم بيستمتعوا بالخصوصيه بتاعتهم، هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. وللإجابة على سؤال حضرتك، طب إيه البرنامج السياحي اللي بنعمله؟ بيبقى على حسب الجدول الزمني، اللي هو الناس دي برضو عندها زيارات في كل حتة في العالم وجدول مشغول على الآخر، فبنشوف المساحة الزمنية المتاحة وبنوفر له بقى الجدول، آسف، البرنامج السياحي المناسب لاهتماماته والمناسب لاهتماماتنا إحنا كمان كهيئة تنشيط. عايزين نركز الترويج السياحي على اي منطقه، وبالتعاون طبعا مع شركات السياحه بقى اللي بتبقى هي اللي بتقوم بالتنفيذ، احنا بنقدم لهم الدعم اللوجستي، عمليه استضافه، بنتحمل بعض من التكاليف، بعض من التصاريح، طبعا التصاريح الدخول الاماكن الاثريه تبع للوزاره، المتاحف، وبعض طبعا الهدايا زي ما بنشوف، واي مساعده اخرى بنقدر نعملها، بنتحمل تكاليف بعض الرحلات لبعض المشاهير. طب استاذ عمرو جوارديولا هيروح الساحل الشمالي او هيزور احد الشواطئ في مصر، ولا دي مش في البلان؟ لا للاسف، هو طبعا البلان، لانه برضه انا ادعي ان شواطئنا وبالتحديد العلمين الجديده واللي حصل في العلمين الجديده لازم يكون محطوط على اي خطه سياحيه، وخصوصا واحنا في الصيف. يعني هو ده مظبوط جدا طبعا، لكن هو بص لها بقى من ناحيه ثانيه، ان هو جاي القاهره ورايح بعد كده الاقصر واسوان وابو سمبل في شهر يونيو. يعني احنا في شهر يونيو في درجه الحراره المرتفعه، هو رايح، ده معناه ان الحمد لله قبل كده كان الموسم السياحي شتوي هناك، بيتوقف في الصيف هناك، النهارده لا، ابتدى يبقى فيه يعني حركه متزايده شويه في فصل الصيف، وده يساعد اهلنا كتير جدا في الاقصر واسوان، وطبعا الاثار العظيمه اللي موجوده هناك حاجه يعني مبهره جدا، وتساعد على الترويج لمصر ككل. للاسف ما عندوش وقت انه يروح لا للساحل الشمالي ولا للبحر الاحمر، يمكن المره الجايه يبقى في سبب تاني ان احنا نعزمه في فتره الشتاء بقى ان شاء الله، في توقف من التوقفات
الدوريات والبطولات بتاعته. بكل تأكيد. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ عمرو القاضي رئيس هيئة تنشيط السياحة، شكرا جزيلا على جهدك وجهد كل حد بيشتغل في السياحة، شكرا جزيلا حتى لسواق التاكسي اللي بيوصل السائح من غير ما يضايقوا ولا يعني يستقبلوا بأحسن صورة، والناس بقت واعية جدا لده، بقت واعية إنه جزء كبير من اقتصادنا في السياحة. فالحقيقة إنه أنا بقيت بشوف أنا وغيري الحقيقة، والناس كمان بقت تتكلم عن الإيجابيات، لأنه إحنا كفاية كلام عن سلبيات، إحنا عايزين نشوف الإيجابيات ونشتغل عليها. هيفرق معنا إزاي وجود السائح ده؟ هو لما يمشي هيقول إيه في بلده، فإزاي نعامله من أول ما يوصل في المطار لحد ما يمشي، لأنه دي يعني نقطة مهمة جدا وفارقة، والناس بترجع بلدها فعلا تحكي عن زيارتها لمصر. يا رب دايما بلدنا أمن وأمان، ودايما نفخر بوجودنا فيها وباستقبالنا لضيوفنا من العالم كله. هسيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم دايما معانا. اهلا بحضراتكم من جديد. امبارح كان في جلسه خاصه بالهويه الوطنيه ضمن جلسات الحوار الوطني، احنا بنتكلم عن الاسبوع الرابع للحوار الوطني. جلسه مهمه جدا الحقيقه، كانت بتناقش مستقبل الثقافه في مصر، ازاي ممكن ان احنا يعني نعظم ونستفيد من المؤسسات الثقافيه الموجوده في مصر، وكان في مشاركه واسعه للفنانين والمثقفين وكل ممثلي الاحزاب والخبراء، يعني كان في عدد كبير من الممثلين، كان في الفنان سامح حسين، الفنان احمد عبد العزيز، الاستاذ احمد فؤاد سليم، يعني عدد كبير مش عايزه انسى حد، شريف منير، كان في كوكبه من كل نجومنا حاضرين داخل هذه الجلسه. خلينا نتكلم اكتر عن مخرجات هذه الجلسه وتفاصيل مدار داخل الجلسه. دلوقتي معانا على التليفون دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، واولا كل سنه وحضرتك بخير، ولو تطلعنا على مخرجات جلسه مستقبل الهويه داخل جلسات الحوار الوطني. مساء الخير على حضرتك وكل سنه طيبه. وحضرتك. والحقيقه الجلسه امبارح كانت جلسه انا بعتبرها من اهم الجلسات اللي بيشهدها الحوار الوطني، لان كانت بتتكلم على الهويه وعلى دور الثقافه والمؤسسات الثقافيه، والحقيقه كان في حشد كبير جدا من الفنانين والمثقفين ورؤساء الاحزاب واعضاء التنسيقيه، وكانت ملفات كتير بنتكلم عنها، لكن خليني اقف عند بعض النقاط المهمه، وهي يعني دور الفن ودور الثقافه وازاي نحافظ على الرياده المصريه باعتبار مصر هوليود الشرق، واتكلمنا على كيف نخفف الاعباء الضريبيه على دور العرض سواء المسرحي او السينمائي، ونستفيد من قانون موجود في الهيئات الرياضيه بانه بيعطي للانديه بعض الامتيازات عشان تخفف عن اعبائها، واحنا طالبنا ان يكون هذا القانون يعني ينطبق على دور العرض السينمائي او المسرحي. ايضا اتكلمنا على الاعباء الضريبيه الخاصه بالنهارده صاحب المسرح او صاحب دور العرض بيدفع حوالي 57% ضرائب، مما ادى الى تقلص دور العرض السينمائي او المسرحي في مصر. انا اتكلمت على ندره الفنانين، لان احنا بنتكلم على فنانين ذو مواهب خاصه فناني السيركو وفناني العرائس وفناني الباليه والفنون الشعبيه والممثلين من اعضاء النقابات وخريجي المعاهد والكليات المتخصصه، وان ازاي ما بقاش في تعيينات في الدوله، مما ادى الى وجود فراغ النهارده في السيرك القومي عدد الاعضاء اللي فيه، ودي مهن بتتوارث مش مهن فيها تعليم. صحيح. كذلك العرايس، كذلك الفنون الشعبيه والباليه والسيرك، مسرح القومي الى اخره. اتكلمنا على تسويق بلدنا من الناحيه السياحيه والشعبيه، زي ما شفتي بعض الدول قدرت انها تحقق من خلال الفن طبعا. بالظبط. ترويج سياحي كبير جدا. كلمت الفنانه سما ابراهيم عن حاجه اسمها فن الانتظار. قالت القطر بيعدي على كام مركز او كام محافظه او كام مكان، لو نقدر نقدم للناس اللي منتظره القطر افلام تسجيليه، مشاريع تخرج لطلاب معهد السينما او الكليات الاعلام. يكلم الفنان ايهاب فهمي رئيس المركز القومي للمسرح عن رقمنه الرقمنه، وازاي لما يعوز الباحث او الدارس اي رسائل او اي موسوعات علميه او مجلات متخصصه بيدوس دوبك على الزوار بيلاقي الحاجه قدامه. اتكلموا على دور الرقابه، يعني الحقيقه العديد من الملفات اللي كانت موجوده في تناولها زملائي الفنانين والمثقفين وايضا رؤساء الاحزاب واعضاء التنسيقيه.
الفنان عزوز عادل اتكلم على ورقه مهمه جدا عرض فيها الكثير من المشاكل اللي بتواجه الفن المصري والمثقفين والمسرح المصري، كذلك الفنان احمد عبد العزيز، الفنان علي الحجار، الشاعر ابراهيم عبد الفتاح، الفنان نيال عنبر، الفنان عفاف رشاد، الفنان احمد سلامه، يعني اتكلموا على العديد من القضايا. شريف منير واتكلم على مثلا اسكندريه اللي كانت مليئه بالمسارح، النهارده احنا بنمشي في اسكندريه ما بنلاقيش مسارح موجوده، وذلك بسبب الاعباء الضريبيه الكثيره وطلب بوجود فتره زمنيه للاعفاءات لبعض اصحاب دور العرض. يعني انا العديد والعديد من المحاور اللي اتكلمنا فيها امبارح في دكتور اشرف الجلسه. هل انتم حاسين كجيل من عظماء الفنانين الموجودين في مصر انه الهويه المصريه مهدده، وانه ازاي ده ممكن لو كان ده حقيقي انه يعني دور يكون في دور للفن في يعني ردع ده او يكون حائط الصد امامه؟ بصي، عايز اقول لحضرتك على حاجه، لن يستطيع احد ان يهدد الهويه المصريه ولا الثقافه ولا الفن المصري، لان احنا عندنا تراث، احنا متجذرين. انا بسال طبعا السؤال ده لحضرتك على اثر اللي حصل في فيلم كليوباترا، وانه الناس كان عندها حاله انزعاج شديده من الفيلم ده. محاولات كده يعني يائسه او بائسه، لكن الهويه المصريه والفن المصري والثقافه المصريه متجذره. احنا بنتكلم يعني كان احد الزملاء امبارح بيتكلم على الفراعنه، كيف بدا الفنان على جدران المتاحف وجدران المعابد بيرسم، ونجد الفن المصري عند المصريين القدماء. لن يستطيع احد ان يزحزح او يهدد الهويه المصريه او الفن او الثقافه. طيب دكتور اشرف، سؤال اخير، ليه ما فيش حد من الشباب موجود، وهل هم ما يحملوش نفس الهم للفن والثقافه وازاي نحافظ على هذا الارث؟ ليه مش موجودين؟ لا كان في من الشباب موجودين، يعني زي ما ذكرت لحضرتك، يعني كان في زميلنا عزوز عادل ده عضو مجلس اداره معانا من الشباب، ده سن ما يجيش 30 سنه، كان معانا الفنان الشاب سامح حسين، لكن فيه وكان في بعض الشباب من تنسيق شباب الاحزاب، وبعض الشباب في مجالات اخرى زي الفنون التشكيليه زي الموسيقى والغناء، لكن في واعتقد واحنا كنقابه بنمثل كل الفنانين، يعني اكيد بكل تاكيد. انا بس كل اللي اقصده انه يعني اشراكهم في هذا الحوار الوطني نقطه مهمه، يمكن يحملوا افكار مختلفه، يمكن برضه مساله الاستفاده من القامات اللي موجوده. الجلسات القادمه ستشهد وجود صريح بعدد كبير من الشباب، ومتفق مع حضرتك تماما، لانه يا دكتور كمان في ناس كتير منهم طبعا نجوم وعلى راسنا من فوق، لكن مش دارسين زي الجيل اللي احنا بنشوفه، استاذ احمد فؤاد سليم واستاذ احمد عبد العزيز وكل القامات اللي كانت موجوده. ان شاء الله الجلسات القادمه تشهد يعني وجود مجموعه من الشباب ومجموعه من المتخصصين، ان شاء الله يثروا الحوار الوطني، واحنا بنشكر فخامه الرئيس على الحوار الوطني اللي اعطانا هذه المساحه من ان احنا نتكلم بشجاعه وبصراحه ونقول مشاكلنا، ما كانتش بتحصل قبل كده الحاجات دي. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور اشرف زكي نقيب الممثلين، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم دلوقتي الفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم دايما مستنيين. اهلا بحضراتكم من جديد. اليوم على وجه التحديد وفي الجلسه الختاميه لقمه التمويل العالمي الجديد، الرئيس عبد الفتاح السيسي طرح عده قضايا الحقيقه، ويمكن هذه القضايا بتاخدنا لعده اسئله. ازاي ممكن الدول المتقدمه يكون عندها مسؤوليه تجاه الدول الناميه من خلال الرياده؟ وازاي بتمتعض هذه الدول من الهجره غير الشرعيه وهي لم تلتزم من البدايه بوعودها تجاه الدول الناميه؟ واذا كانت مصر من هذه دول النامية، زي مصر تعاملت مع هذا الملف على وجه التحديد؟ بنتكلم عن ضيوف مصر، احنا تقريبا عندنا 9 مليون ضيف زي ما قال سيادة الرئيس عليهم النهاردة داخل هذا المحفل الدولي. تحدث سيادة الرئيس كمان عن الأمل، وإنه إزاي شعوب بتفقد الأمل على أرضها وتهاجر لتبحث عنه وتفقد حياتها في طريقها لده. إزاي ممكن يتحقق هذا الأمل داخل الدول النامية؟ وإزاي يكون في إرادة في قضية تغير المناخ تتحقق زي ما العالم كله تحرك أثناء أزمة كورونا، وتحرك العالم كله والدول الأوروبية في مساعدة أوكرانيا،
ايضا في الحرب الروسيه الاوكرانيه، كلها اسئله حقيقه يعني بطرحها على ضيفي الكريم معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. مساء الخير على حضرتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. وكل عام وحضرتك بخير. طيبه ومصر طيبه. واهلا بحضرتك. حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم وتحديدا مساله ان تفي الدول المتقدمه بوعودها في مساله التمويل للدول الناميه، وحديث سيادته ايضا عن انه الدول الناميه ما تكونش مجرد مستقبل لهذه المساعدات، وانما تطرح افكار تنمويه تكون يعني جاهزه للتمويل. ازاي مصر قدرت انها تحقق هذا؟ حديث سيادته عن منصه نوفي، عن القطار الكهربائي بالتعاون مع المانيا، يعني فكره مصر عن هذا امام العالم. يعني انا من متابعتي حضرتك لوقائع القمه في عدد من الملاحظات. الملاحظة الأولى أن هذه القمة في غاية الأهمية، لأنها مرتبطة بثلاث مؤتمرات هامة هتعقد قبل نهاية العام الجاري. المؤتمر الأول هو الاجتماع الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش في المغرب. الاجتماع الثاني، وده مهم حق قمة المجموعة العشرين اللي هتستضيفها الهند، بحكم أن الهند بتتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام. هتستضيفها في سبتمبر القادم. المؤتمر الثالث هو كوب 28 اللي هتستضيفه الإمارات حضرتك قبل نهاية العام. فقمة باريس اللي شارك فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هترفع مجموعة من المقترحات والتوصيات، هتبحث في الثلاث مؤتمرات اللي تمت الإشارة إليها. دي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أنه مشاركة السيد الرئيس، دعوة الرئيس ماكرون للسيد الرئيس للمشاركة في هذه القمة بتعكس إدراك من فرنسا أحد الدول الأعضاء في مجموعة السبعة لأهمية الرؤية المصرية والتجربة التنموية المصرية في الظروف الدولية المرتبكة والمعقدة. صحيح. خلال السنوات القادمة. الملاحظة الثالثة أنه السيد الرئيس يعني انتهز فرصة المشاركة المصرية وطرح رؤية مصر لقضيتين. القضية الأولى حضرتك ما أشار إليه السيد الرئيس اللي هو إعادة النظر في النظام الدولي متعدد الأطراف الاقتصادي والمالي. الموضوع الثاني ولا يقل أهمية عن الأول هو استعراض التجربة التنموية المصرية وتجربة مصر في تحديث الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية. فإذا بدينا حضرتك بالرؤية المصرية للنظام المالي والاقتصادي الجديد المأمول، الثلاث سنوات الأخيرة اللي هي حضرتك شهدت جائحة كورونا، شهدت اندلاع الحرب الأوكرانية تزامنا مع ارتفاع أسعار الفايدة في الدول الصناعية الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا. كل هذه العوامل حضرتك اجتمعت وأثرت بصورة سلبية على الدول النامية. والدول النامية كما تعلمين حضرتك بيتم تقسيمها إلى الدول الأقل نموا وأكثر فقرا والدول النامية المتوسطة، ومصر بتعد من الدول النامية المتوسطة. الملاحظ في هذا السياق أنه مجموعة العشرين في العام الماضي أما بحثت موضوع الديون الخارجية للدول النامية ركزت على الدول الأكثر فقر ووافقت على إعادة جدولة الديون، لكنها لم تتعامل مع الدول النامية المتوسطة، حالات الدول النامية المتوسطة اللي واجهت نفس التحديات ونفس المشاكل، لكن ما لم يتم اتخاذ أي إجراء يساعدها على التعامل مع التحديات دي. والسيد الرئيس أشار في معرض حديثه أمس إلى الارتفاع المديونية
وكيف انه الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشروط اللي بيضعوها في 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 حضرتك منح قروض شروط لم تعد تلائم الاوضاع المستجده اللي بتواجه سواء من ازمات اقتصاديه او حتى استمرار هذه الدول في التنميه رغم كل يعني هذه الازمات الاقتصاديه اللي حصلت. طبعا التمويل هي القمه دي كلها على التمويل وانه ينبغي اعاده النظر في التمويل لان الدول الناميه محتاجه لاموال ضخمه لتمويل التنميه لسداد الديون ولحضرتك التكيف المناخي للتعامل مع التغيرات المناخيه. وكل هذا حضرتك التمويل المتاح الان مع ارتفاع الديون الخارجيه والفوائد على الديون الخارجيه بيأثر على قدره الدول الناميه بكل انواعها بما في ذلك مصر على تمويل الخطط التنمويه. ودوت حضرتك اشرتي الى قول السيد الرئيس او تناول السيد الرئيس لموضوع الهجره غير الشرعيه. دوت هو بقى دوت حق مرتبط بالهجره الشرعيه وحضرتك برضو تفضلتي وقلتي ان السيد الرئيس قال الامل. هو هنا الـ القضيه انه الشباب والمراه اللي بتهاجر وتترك بلدها لان هي فعلا فقدت الامل وفقدوا الثقه ان لهم مكان في مستقبل بلادهم. ليه فقدوا الثقه؟ لانه ما فيش فرص عمل، لانه حضرتك الديون مرتفعه، لان الحكومات مش قادره تمول خطط تنمويه طموحه. وبالتالي الرؤيه اللي طرحها السيد الرئيس هي رؤيه متكامله. وطبعا انا اعتقد حضرتك انه السيد الرئيس في طرحه وضع الدول الكبرى اللي هي الدول المانحه أمام مسؤوليتها في المرحلة القادمة. في بعد آخر ده أشار إليه الرئيس ماكرون اللي هو حضرتك في بعد جيوسياسي في العملية. إن مسألة في بعض الدول المانحة وبعض المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية بتنظر في بعض الأحيان في بعض الحالات في منظور جيوسياسي. ودوت حضرتك بيأثر تأثير سلبي على قدرة الدول المعنية الدول النامية المعنية المستهدفة بهذه الاعتبارات أو بهذه النظرة قدرتها على الاستمرار في تمويل خطط التنمية المستدامة. إلى أي مدى سعادة السفير تدرك الدول الصناعية والدول المتقدمة مسؤوليتها تجاه شعوب الدول النامية؟ ويمكن سيد رئيس تحدث بصورة واضحة النهاردة ومباشرة عن مسألة أنه الوعود يعني لا تتحقق. في حضرتك تعهدات كثيرة، يعني مثلا إذا خدتي حكى على سبيل المثال وليس الحصر كوب 27، قمة كوب 27 في شرم الشيخ في نوفمبر الماضي، هتجدي أن في وعود 100 مليار دولار سنوياً للدول الأفريقية للتعامل مع التكيف لتنفيذ التكيف المناخي. لكن هل هذه الأموال هيتم توفيرها؟ وإذا تم توفيرها هيبقى في شروط لتقديمها؟ فالتعهدات كثيرة حضرتك، لكن طبعا يجب أن نقر برضو وإحنا بنتكلم في الموضوع دوت أن المشاكل اللي بيشاهدها العالم الآن حضرتك معقدة للغاية، سواء كانت مشاكل تتعلق بالصراع بين قوى كبرى أو المشاكل الناجمة عن تأثير تداعيات التغيرات المناخية على الدول النامية، أو مسألة ودي مسألة في غاية الخطورة حضرتك في المنظور المتوسط والمنظور بعيد الأمل، مسألة الديون الخارجية المرتفعة للدول النامية وعدم قدرتها أو صعوبة سداد المديونات. عشان كده حضرتك من ضمن الأفكار اللي طرحت في قمة باريس إعادة جدولة الديون الخارجية بطريقة ميسرة بحيث أن الدول النامية الدول اللي تلقت هذه القروض تستطيع أن تفي بالتزاماتها وتسدد هذه القروض بفوائدها، لكن في نفس الوقت بدون أن يمثل ذلك عبئا على خططها التنموية.
سعادة السفير، أيضا أشار سيادة الرئيس عن يعني مسألة قضايا المناخ، وأنه الدول الصناعية هي المسؤول الأول عن هو السيد الرئيس في جلسة أمس قال، تحدث باسم مصر وباسم أفريقيا، وقال أنه الدول الأفريقية أكثر الدول تضررا من التغيرات المناخية، بينما هي لا تتحمل مسؤولية في الانبعاثات الحرارية. صحيح. يعني اسهمها للتوضيح فقط، الإخصائيين على مستوى العالم يقولون أن أفريقيا، إسهام أفريقيا في الانبعاثات الحرارية على مستوى العالم لا يتجاوز 4%، لكنها أفريقيا بتعاني الكثير من التغيرات المناخية، وده بيتمثل في الجفاف، بيتمثل في التصحر. يعني عند حضرتك الصومال على سبيل المثال، الصومال 20 سنة حضرتك في جفاف. التصحر حضرتك ده بيترتب عليه هجرة السكان المحليين إلى أماكن أخرى، وده بيثير نزاعات بين القبائل وبين العرقيات في أفريقيا، علاوة على ارتباط كل هذه الظواهر بانتشار ظاهرة الإرهاب. فالسيد الرئيس أشار إلى هذا، التغيرات المناخية وتأثيرها على أفريقيا، لكن طبعا ده محتاج هننتظر حضرتك القمة العشرين في الهند في سبتمبر القادم، وكوب 28، ثم حضرتك اجتماعات الربيع بتاع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، لأنه مسألة إعادة هندسة المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية هي بتعني وبتستهدف حضرتك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللي هم أساسا دولة نشأوا من اتفاقية تعرف باسم اتفاقية بريتن وودز، ودي اتفاقية حضرتك تعود إلى سنة 1944، أي أنها جاءت في كانت بتتعامل مع مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وعاد أولا الدول الأفريقية ما كانتش مستقلة، أوروبا كل المساعدات أساسا راحت مع خطة مارشال الأمريكية لأوروبا، القوانين اللي بيعمل في إطارها البنك الدولي صندوق النقد الدولي في الإقراض لا زالت كما هي، بالرغم أنه حضرتك الظروف اتغيرت والمشاكل والأزمات والحروب ازدادت. صحيح. معالي السفير، سؤال أخير، هل لم يدرك العالم بعد مسألة يعني التأخر في التعامل مع أزمات التغير البيئي والمناخي بفاعلية؟ حضرتك يعني أكتر ثلاث دول مسؤولة عن الانبعاثات الحرارية هي الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند. حضرتك عارفة العلاقات حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وحضرتك عارفة أنه مع ارتفاع أسعار البترول نتيجة للحرب الأوكرانية، الهند ودول أخرى طلبوا بل في دول عرقلت التخلي عن الوقود الأحفوري، يعني رجع تاني حضرتك لاستخدام الفحم. فالثلاث دول دولت إذا يعني عشان نتعامل بجدية مع الانبعاثات الحرارية، على الدول الثلاثة دولت أنهم يتفقوا حضرتك على التنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية باريس للتغير المناخي في ديسمبر 2015، وفي كوب 27، وفي الكوب 28 عندما يجتمع في الإمارات. كوب 27 حقق نصرا للدول الأفريقية إن هو من حيث المبدأ وافق على إنشاء صندوق للتعويضات، لكن وده كانت طبعا دي حضرتك خطوة كبيرة للأمام، لكن حتى الآن ما تمش حضرتك التوصل إلى آلية أولا للتحديد للتنفيذ، وده مهم جدا، ودي نقطة أشار إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مسألة أنه لابد أنه يكون في آلية لتنفيذ ما يتخذ من وعود، وأنها ما تكونش مجرد وعود.
داخل القمه. انا بشكر حضرتك شكرا. العفو. اسمحي لي بس اشير لنقطه، يعني في حديث السيد الرئيس امس اشار الى تطوير البحيرات الشماليه عندنا، ودي في اطار خطه الدوله لمكافحه التلوث البيئي، ودي كانت اشاره ذكيه جدا في منتهى الذكاء. هي رساله للعالم ان مصر بجهودها الذاتيه بتعمل للتعامل مع تأثير التغيرات المناخية، وبتحترم المستهدفات الدولية. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا سفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا فندم. شكرا جزيلا على شكرا كل هذا التوضيح وعلى مشاركة حضرتك معنا النهاردة في التاسعة. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل فقرتنا وفقرة خاصة عن أفلام العيد، وهنتكلم مع ضيفنا الناقد الفني محمد نبيل عن كل أفلام العيد وهتشوفوا إيه في العيد إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين، تكونوا منورين كل سينمات مصر. سيب حضراتكم مع فاصل ونرجع نكمل كلام. أحلى خروجة نروحها في العيد هي خروجة السينما. بتلاقي كل العائلات رايحة السينما، كل واحد وخطيبته، كل واحد ومراته رايحين السينما ويتبسطوا في العيد. إن شاء الله أجازة سعيدة علينا جميعا. هنشوف كده مع حضراتكم قراءة في أفلام العيد، إيه أهم الأفلام اللي موجودة تناسب أي الأعمار. معانا دلوقتي الناقد الفني محمد نبيل. مساء الخير عليك. مساء النور. كل سنة وأنت طيب. أنت طيبة وكل السادة المشاهدين بخير. إزاي شايف موسم عيد الأضحى في الأفلام، وإحنا يعني عندنا مجموعة كبيرة من الأفلام؟ أعتقد الموسم ده مختلف خالص عن العيد الصغير، والناس ابتدت تشوف بروموهات الافلام واغاني الافلام وابتدوا يتفاعلوا مع الافلام. خلينا نبتدي مثلا من الفيلم الخاص بالكريمين، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، وهم كل واحد فيهم نجم لوحده ويقدر انه يشيل فيلم لوحده. اجتماعهم في فيلم واحد مخلي الناس يعني عايزه تروح الفيلم وعايزه تنزل تشوف الفيلم. انت شايف الفيلم ده ازاي؟ صحيح. فيلم بيت الروبي هو الفيلم الوحيد لغايه دلوقتي في افلام العيد اللي تم طرحه في السينمات بشكل رسمي. انا شفت الفيلم هعلق عليه سريعا، انما الموسم ده تحديدا لغايه دلوقتي تم حسم 4 افلام هيكونوا موجودين: بيت الروبي، مستر اكس، البعبع، وفيلم تاج لتامر حسني. دول 4 افلام اللي هينافسوا الموسم ده. كلهم افلام ليهم سمات مشتركه ممكن نتكلم فيهم بالتفصيل. بالنسبه لبيت الروبي انا مبسوط قوي بالثنائي ده، الكريمين، كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز. الحقيقه قدموا فيلم انساني مش بس كوميدي. يمكن ناس كتير كانت متخيله من البرومو ان الفيلم كوميدي او عليه صبغه كوميديه كبيره، انما الفيلم كمان انساني بيناقش قضيه يعني بتهم اغلب الناس دلوقتي، وهي تحكم السوشيال ميديا في حياتنا وقد ايه بقت موجوده في كل قراراتنا بشكل سلبي او ايجابي. انما التوليفه كمان اللي تم الاستعانه بيها من قبل المخرج بيتر ميمي، في اكتر من ممثل كوميدي، يمكن هم كمان بيساعدوا على بيضيفوا طبعا الجانب الكوميدي ده. واعتقد ان هو فيلم عيد بامتياز يعني، انما هو مش فيلم كوميدي. وده يمكن كمان كان حريص على تاكيده كريم عبد العزيز في العرض الخاص. انا متهيألي الفيلم تقريبا عمل ايرادات 2 مليون جنيه في صحيح الفيلم. انعش طبعا الشباك، لانه يعني الفيلم في يومه الاول كسر ال 2 مليون جنيه باكتر بكتير جدا. يمكن كل الافلام اللي كانت قبليه قبل ما ينزل الفيلم ده ما كانتش مكمله 0.5 مليون جنيه، فالفيلم زق الايرادات بشكل كبير. وانا متخيل ان الارقام هتكون استثنائيه الموسم ده، لانه زي ما قلت الابطال كلهم او نجوم الافلام كلهم نجوم شباك وعليهم اقبال كبير من المشاهدين. طيب ايه كمان من الثنائيات اللي لفتت نظرك بعد كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز؟ والحقيقه كمان الاغنيه مبهجه جدا، اغنيه هي مع محمود العسيري. صحيح. وموضوع الاغاني اللي ليها علاقه بالافلام ده بقى بيفرق مع الناس جدا، وبقت يعني سبيل للدعايه انه الناس بتشوف الاغنيه يمكن وما تبقاش عارفه انها اغنيه الفيلم، لكن بترتبط في اذهانهم وتلاقي السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الاغنيه، فبتعمل دعايه قويه للفيلم حتى من قبل ما ينزل. تاكيدا على كلامك انه الاربع افلام كلهم فيهم اغاني. يعني قد ايه الاغنيه بقت فارقه جدا في الفيلم المصري مؤخرا، خصوصا افلام العيد. طبعا نتكلم على افلام تجاريه او جماهيريه بشكل معين ليها صبغه انه الافلام دي لازم تحقق ايرادات، بتطرح في الموسم ده بالغرض ده، فهي افلام خاصه جدا. الاربع افلام، فيلم كريم عبد العزيز استعان بنفسه وهو كمان غنى يمكن في الفيلم،
الأغنية أمير كرارة بيستعين برضا البحراوي مستر إكس أحمد سعد، وأغنية اختياراتي صحيح مدمرة حياتي، المصريين كلهم قالوا له إحنا كمان يا أستاذ أحمد. صحيح، وكمان تاج تامر حسني طبيعي بيغني في الفيلم أكتر من أغنية، فالأربع أفلام بيأكدوا على إنه الأغنية ضرورية جدا في فيلم العيد. طيب مستر إكس وأول تعاون ما بين هنا الزاهد وأحمد فهمي، شايف ازاي الفيلم؟ اول تعاون سينمائيا، هم يمكن اشتغلوا مع بعض قبل كده مسلسل، واشتغلوا مسرحيه كمان تم عرضها في الرياض، انما اول تعاون في السينما دي، ده كمان خطوه. يمكن احمد كان متخوف يمكن من كلامي معاه في فتره انه تتم، يعني عايز يبقى قد ايه الثنائي ده موجود في حاجه فعلا تستاهل وتستحق. انا شايف الفيلم يمكن من الافلام المنتظره جدا، لانه احمد فهمي عنده شعبيه في السينما بشكل كبير، وكمان خارج من مسلسل خلينا نقول مش من افضل المسلسلات اللي اتشافت في رمضان، فهو عايز يثبت ان هو لسه نجم شباك بصوره كبيره. كمان اكرم حسني موجود في الفيلم ده، وده اكيد الحقيقه ده اكتر فيلم فيه ضيوف شرف كتير من الكوميديا على الفيلم. الفيلم ده فيه رياضيين، فيه فنانين كتير، عمرو يوسف عامل ضيف شرف، ريم مصطفى، في اكتر من حد، كابتن مجدي عبد الغني، يعني الحقيقه في مستعين باصدقائه كلهم استغلهم استغلال كبير، وانا شايف انه حتى البوستر يمكن اكتر بوستر زحمه مليان نجوم، وبيحاول ان هو قد ايه ياكد ان الفيلم هيرضي كل الناس، فاسلوب دعايه طبعا. يعني هل الشكل اللي احنا شايفينه للافلام ده بيبعد فكره النجم الاوحد ونجم الشباك؟ لانه انا شايفه ثنائيات. لا، هي لسه موجودة يعني. طبعا الأفلام بتبيع بأسامي نجومها، الثنائيات مهمة موجودة، يعني بتساهم إن الفيلم يندفع للأمام ويحقق رغبات شريحة كبيرة من الجمهور، إنما لسه الأفلام الحقيقة بتتباع خصوصا في التوزيع الخارجي بأسامي النجوم، فيعني مش قادرين لسه في الموسم ده على الأقل نقدر نقول كده. طيب من خلال الأفلام المطروحة في الموسم، أنت قلت فيلم تاج، البعبع، بيت الروبي، مستر إكس، صحيح، شايف أكتر حاجة بتميز موسم عيد الأضحى السنة دي في الأفلام السينمائية؟ أنا الحقيقة يعني ضايقني إنه الفيلم الموسم ما فيهوش فيلم البطلة. يعني موسم عيد الأضحى الماضي 2022 كانت دنيا سمير غانم موجود، الموسم ده ما فيش نجمة موجودة، ودي حاجة الحقيقة سلبية جدا، باستثناء كمان سارة وفيق مخرجة فيلم تامر حسني، ما فيش تواجد كبير مهم للعناصر النسائية على مستوى الصناعة، يعني على مستوى الكرو بنتكلم خلف الكاميرات. أنا شايف إن الموسم هيكون الأصعب على أمير كرارة وياسمين صبري، الاتنين بقى لهم فترة كبيرة غايبين عن السينما. أمير كرارة تقريبا 4 سنين، صحيح، من كازا بلانكا ما عملش فيلم، ياسمين صبري من موسم ناجح جدا مع محمد رمضان ديزل ومع محمد إمام كمان، كانت عاملة فيلمين في الموسم ده، غابت فترة طويلة جدا عن السينما، فأنا شايف إن هما الاتنين هيكون عندهم تحدي كبير راجعين من غياب وسط ناس موجودة. إيه المنتظر منهم في الموسم ده؟ المنتظر الإيرادات. الإيرادات طبعا، يعني عليهم إن هما يحققوا إيرادات، في الآخر الأرقام هي اللي هتثبت مش جودة الأفلام، إنما بشكل كبير جدا نجاحها وقدرتها على المنافسة يعني. طيب احنا هنكمل كلامنا عن أفلام العيد ونجومنا الموجودين داخل السينمات في أفلام العيد وقراءتنا لكل هذا، لكن هنروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو الناقد الفني محمد نبيل، وكل ما يحدث داخل السينمات في العيد وأفلام العيد السنة دي. كل سنة وحضراتكم طيبين.